السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في هذا الفيديو. نتمنى تكون شي يكون بخير وعلى خير. مريح في هذا الجيس هاوس كاين هنايا، واحد الجيس هاوس لقيته في بوكين، كاين واحد الدار هنايا فيها لي شومبر. انا كنت خديت واحد الشومبرا هي هادي، ولكن هي ماشي شومبرا بيرسونيل، انا ما كتبارطاجيها مع الناس. كاين عندك ناموسي اللي كنعس فيها هي هادي، كاين ناس وحدين اخرين كينعسو فيها هاديك، فوقانيه الفوق حدا الفوق، كاين الربعه. عندك هاد بلاكارات هنايا سيروس كدير فيه الحوايج ديالك، مسائل شكل هذاك الشيء الامن. عندك الضو دايز شاري باور بانك تليفون، هاد اللعيبه ديال شنيوله. التواليت مشاركه، كوزينه حتى هي تقدر طيب فيها زوينه. عندك الثلاجه، عندك الماء، عندك البوطه كطيب فيها بالغاز، يعني مشاركه مع 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 الناس الاخرين، ولكن الناس الاخرين ماشي خدموش بهذا الشيء بزاف. حتى هذا البيت ما فيهش شي واحد، فيه غير انايا. كان البارح واحد الدري، قبل منه واحد الدري واحد اخر، ولكن ما كيريحوش بزاف، يومين وكيمشيو. انا تقريبا مريح فيه تقريبا خوت شي ايام، في يومين في واحد النهار، يعني تقريبا شي 8 ايام. اليوم التاسع، هاد الليله غتكون هي الليله التاسعه اللي مريح هنايا، من غير واحد الليله وحده اللي ما بتش هنايا، بت على برا، بت في البحر. هادي هي البيكالا. بالنسبه للخوت الثمن، فراه كنت بوكيتو تقريبا بشي 8 دولار، وواحد النهار بوكيتو بوكيت جليلات ب 13 دولار نهار الاولاني. من وراها بقيت كنبوكي تقريبا ب 10 دولار. دابا حاليا البارح بوكيت ب 8 دولار، جوج ليلات 16 دولار. والحاجه اللي عجبتني فيه عاد ثاني، عندهم ماكينه الصابون، تقدر مثلا تحط الحوايج ديالك كيصبنوهم تما. كاين واحد الدري تما اللي كيصبنوهم، كاين واحد الدري هو اللي مقابل هاد الدار كامله، تقدر تحط الحوايج ديالك كيصبنوهم لك وكيجيبوهم كينشروهم لك في هاد البلاصه هادي. الحاجه الثانيه اللي زوينه هو ان عندك الفطور في الصباح، يعني تفيق في الصباح كتمشي كطيب الفطور ديالك، عندك البيض وعندك اتاي والخبز، يعني هذا هو الفطور عادي، كطيب البيضات تحط عليهم تشرب اتاي والخبز صافي، هذا هو الفطور ديالك محسوب، يعني هادشي كامل داخل في هذيك 8 دولار ولا 10 دولار. المهم هاد الجيست هاوس اخوت داير بواحد بحال المصانع هنا ولا معامل، هو اصلا كاين في السونتر ديال المدينه، ما بعيدش بزاف على قلب المدينه، قريب ليه بزاف، تقريبا شي كيلومتر ولا ثلاثه كتوصل للسونتر ديال المدينه. هادشي علاش كتبقاو تسمعوا الصداع، كاينين البنايه هنايا، كاينين كاميوات كيدوزوا، ما عنديش شي بلاصه زوينه اللي يكون الصوت فيها واضح، ولكن غنحاول ما امكن نهضر بصوت مرتفع باش تكون عندكم فكره واضحه. حيتاش ملي وصلت هنايا لدار السلام، مشيت لنيشان سولت على السفاره ديال السعوديه، مشيت ليها، مشيت هضرت مع السيكيورتي تما، قال لي خاصك الا بغيتي تدفع الفيزا ديال العمره، فحيت الفيزا ديال الحج صعيبه، الفيزا ديال الحج صعيبه بزاف، انا بديت كنفكر غير في الفيزا ديال العمره ناخذها. هي اللي مشيت سولت عليها، قال لي داك السيد في السيكوريتي ديال السفاره ديال السعوديه اللي كاين هنا في دار السلام، قال لي خاصك تمشي لعند وكاله ديال السفر ديال العمره، هي اللي كتدفع لك الدوسي ديال الفيزا. عطاني النمره ديال واحد السيد، قال لي انت هذا السيد راه خدام في واحد وكاله ديال السفر، كيهضر بالعربيه، هضر معاه وشوف معاه كيفاش البلان. صافي داك الشيء درت، مشيت عيطت ليه، قلت له شنو كاين الجنسيه ديالي، راه باغي ندفع الفيزا ديال العمره باش نمشي للسعوديه ان شاء الله. وقال لي باش بغيتي تاخذ الفيزا ديال العمره خاصك تكون مقيم في تنزانيا، هي باش تقدر تدفع. بحال مثلا دابا قال لي انت مغربي خاصك تدفع مثلا في المغرب من طرف وكاله السفر، هي اللي غتعاونك باش ديك الدوسي ديال اللي تقبل باش تاخذ فيزا ديال العمره ديالك باش تمشي للسعوديه ديال العمره. انا ما عنديش اقامه في تنزانيا، انا ماشي مقيم، انا غير سائح، يعني داخل هنايا غير على قبل العطله. يعني الحل اللي عندي اللي عطاني هو انني قال خاصك تكون عندك واحد صديق سعودي يكون ساكن في السعوديه، يكون مقيم تما، يكون الجنسيه ديالو سعوديه، يعني ما يكونش ماشي سعودي مثلا مغربي ولا شي حاجه. هادشي اللي كيقول لي السيد اللي خدام في هاد الوكال، قال لي هذا هو البلان. عاد ديك الساعه كتخلصنا حنايا تقريبا بواحد 250 دولار، كتخلص الوكاله بالاجراءات ديال الثمن ديال الفيزا والاجراءات ديال الوكاله، يعني 250 دولار صافي. كتجي من بعد ديك لانفيتاسيون اللي دار لك ديك السعودي، صافي كيدفع لك الدوسي ديال الفيزا وكتشدها. ان شاء الله الفيزا ما كتاخذش بزاف، وقيلا شي 10 ايام ولا حاجه، اللي كيخدموا عليها الناس بزاف، يعني عليها الطالب، يعني كتخرج في البلاصه خاصك يكون عندك اوراق
واجدين، يا اما اقامه، يا اما زياره لسميتو دعوه مع شي صديق سعودي. وانا بصراحه ما جربتش انني ندير اقامه هنا في تنزانيا، لان ما عنديش الفكره عليها. كانوا شي دراري وحدين اخرين في شي بلدان وحدين اخرين قدروا انهم ياخذوا اقامه في هذيك البلاد، واخا هما غير سائحين ولكن قدروا انهم ياخذوا اقامه، نظرا لان ديك البلاد القوانين ديالها ساهلين. ما انا في تنزانيا ما عرفتش كيفاش داير داك الشيء وما سولتش. صافي بديت كنقلب على شي صديق اللي يقدر يعاونني، شي صديق كنعرفو. صراحه ما عنديش شي صديق بيرسونيل ممكن نعرفو. كان عندي واحد صديق شحال اللي تلاقيت معاه في المغرب، واحد سعودي، ولكن ضاع لي الكونتاكت ديالو شحال في 2014 كتلاقيته، وكان صاحبي ني تعاشرت انا وياه وكبير عليا هو صراحه، ولكن الكونتاكت ديالو ضاع عليا. سميتو احمد. صافي هذيك بديت كنشوف شي اصدقاء، عندنا شي اصدقاء في السعوديه ولكن ما تيسرش الامور. شي واحد الصديق المصري حتى هو سولته قال لي ما كاينش شي صديق تما، قال لي كنعرف المصريين. مسكين داك الصديق نيت اللي تلاقينا معاه في الطوبو، الا عقلتو على داك المصري هذاك نيت، عيطت ليه قلتها لي اللي الا بغيتي قال لي كاين مصريين تي تما تريح معاهم. وهادي قلت له الله يكبر ليك، الله يحفظك. دابا شنو واقف عليه؟ شنو واقف؟ خصني شي واحد يدير لي دعوه من السعوديه هي اللي غتعطيني الفيزا للعمر. صافي عيطت لواحد الدري عشير، واحد الدري تحيه لي سميتو انوار، انوار الزين، واحد الدري فاسي كان عايش في طنجه، تحيه للوالده ديالو من هاد المنبر حتى هي. عيطت ليه هو مسكين، شوف هو راه كتخرج، انا فاش ديت الرحله ديالي هنايا في القاره الافريقيه، مشى الله خرج خليته في المغرب انا. صافي عاق عليه خليته في المغرب، داز شي 6 شهور ولا ما عرفتش 4 شهور، هضرنا في ميسنجر طن 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 طن، قال لي انا في السعوديه. قلت له وايلي في السعوديه شحال هذا الشيء؟ في 2023 في البدايه ديالي. صافي درت معاه، قلت له سير الله يسهل لك، الله يسهل لك، قدروا نتلاقاو تما. قال لي سير الله يعاون. صافي ملي طحت في البوزيسيون نعيط ليه، عيطت ليه قلت له شنو كاين شنو كاين، قال لي واخا نشوف هذا البلان. قال لي شوف بعدا اللي قدرت ندير انا، هو بغى يدير لي هو ديك الزياره مقرب، فهمت يعني شي صديق مقرب. ملي سولت على هذاك خينا اللي في الوكاله قلت له واش زياره صديق مقرب دايزه، تيقول لي لا ما دايزاش، خاصك زياره شخصيه. صافي انا شنو قلت دابا؟ انا نيت هادشي كامل والله. صافي قلت انا نيت هادشي هذا كامل، قلت دابا انا حيت دابا انا وصلت دابا هاد العاصمه ديال تنزانيا دار السلام، علاش انا اختاريت القرار باش انني ناخذ فيزا السعوديه من هنا؟ هاد النقطه دي مهمه، لان دابا كما كتصنتو كيسحب لكم الله، انا غناخذ هاد الفيزا للعمره، من وراها غنكمل بيكالا باش ندخل السعوديه بالبر. وهذا هادشي ماشي صحيح، لان فاش وصلت هنايا لتنزانيا فكرت لقيت باللي قدامي، انا غنخلي لكم الخريطه في هاد البلاصه هادي، غتشوفوا الخريطه ديال افريقيا في هاد الجهه من اتجاه ديال تنزانيا. دابا من تنزانيا عندي قدامي كينيا، الدوله الاولى كينيا، سمحوا لي على الصداع، كاينه كينيا، كاينه من ورا كينيا على اليمين الصومال، كاينه على اليسار اثيوبيا، قدام اثيوبيا كاينه جيبوتي، والصومال عاوتاني تما كيطلع على البحر الاحمر. من فوق اثيوبيا من اليسار من الشمال كاينه السودان. هانتوما دابا عطيوني عقل ديالكم مزيان باش تفهموا علاش اختاريت هذا القرار بحال هكا، انني غادي ناخذ الطيار، ما غاديش نمشي على البر وما غاديش نمشي على البحر. يعني دابا انا في تنزانيا نديرو مثلا مشيت لكينيا، انا دخلت كينيا، كينيا عاوتاني عندي جوج حلول، عندي اثيوبيا، ندخل عاوتاني اثيوبيا من وراها تولي عندي جوج حلول، يا اما نمشي للسودان يا اما نمشي لجيبوتي. من السودان تقدر دير عاوتاني السودان مصر السعوديه مزيانه هاد، ولكن انا نقول لكم علاش، وكاين عاوتاني طريق اخرى ديال جيبوتي، من جيبوتي تقطع البحر الاحمر يا اما اليمن يا اما العمان يا اما السعوديه. يعني هذه الطريق دايره بحال هكا على البحر، والطريق على البر من اتجاه السودان على البر، ومن اتجاه جيبوتي على البحر. فوالا تبعوا معايا الخوت مزيان باش تفهموا مزيان علاش خرج هذا القرار. الا مشيت السودان وبغيت ناخذ فيزا، الفيزا ديال السودان ما غاديش ناخذها لان كاينه فيها الحرب. نديروا حنا مثلا دخلت السودان وقدرت انني نتجاوز هذه المشاكل ديال الحرب وهذاك الشيء، الفيزا ديال مصر مستعصيه ما كيعطيوهاش، كيعذبوا الانسان باش يعطيو ديك الفيزا. شحال من واحد مشى وما خلاوش يدخل، منهم ياسين الصقلي، منهم يوسف صحصاح، شحال من واحد عاوتاني ما قدرش ياخذ فيزا ديال السعوديه من مصر. واحد الدري دخل لمصر الى سميتو عبد الصمد مفتاح خير، واحد الدري جديده دخل لمصر وبقى حاصر في مصر مع المده شحال، ما قدرش ياخذ فيزا السعوديه. دونك هذيك الشيء علاش خرجت انني ما غاديش نمشي للسعوديه للسودان، لان واخا نمشي كاع لاثيوبيا ونبغي ندخل السودان ما غاديش نقدر. فوالا نديرو حنا مثلا مشيت اثيوبيا وصلت لجيبوتي، من جيبوتي شنو كاين عاوتاني المشكل؟ المشكل هو ما كاينش نقل ديال المسافرين عبر البحر، كاين غير نقل ديال السلعه.
لي كونتينر هما اللي كيتحركوا تما في داك البحر الاحمر. اما المسافرين ممنوعين. دونك الحل ديال السودان ما كاينش باش تقطع البر ما بين مصر والسعوديه، والحل الثاني باش تقطع البحر حتى هو ما كاينش. يعني واخا نزيد مثلا دابا انا في طنزانيا، واخا نزيد لكينيا، واخا نزيد لاثيوبيا، ما غاديش نعرف ندخل للسعوديه لا من البحر ولا من البر، لا من جهه جيبوتي ولا من جهه السودان. دونك الحل اللي عندي شنو هو؟ هو الطائره. الطائره يعني قلت انا ما حد يدينا في طنزانيا وما حد يدير دار السلام، ارا نبدا نقلب من هنايا. يعني باش تاخذ فيزا ديال العمره ديال السعوديه خاصك بيلي الطيار باش تمشي مثلا من دار السلام الرياض مثلا، يعني دوما الاجراءات باش تاخذ فيزا. دونك فكرت ما لقيتش بعدا اللي غيصيفطي بعدا لانفيتاسيون، شنو غادي ندير شنو غندير، غنبقى مبلوكي هنايا ما كنتسنى حتى شي حاجه، يعني غير مريح وصافي. فقلت ديت كنفكر، قلت واقيلا انني غندير واحد القضيه حدا اخرى. غير هاد الغراب هذا ديال الطيار، اسكت حتى اسكت. ايوا سيدي غنشوفوا البلان ديال سميتو ديال السعوديه من الفوق من الاردن. كاين واحد الدوله سميتها الاردن مجاوره مع السعوديه من الشمال، وهذيك الاردن ما كايناش الفيزا، ما كيطلبوش الفيزا وانما كيطلبوها عند الوصول. يعني باش غتمشي تما غتوصل كتخلص عليها وكتاخذها. هذا الشيء كنفكر بحال هكا، قلت هاد الشهر هذا نمشي الطياره ان شاء الله من هنا من دار السلام لعمان العاصمه ديال الاردن او حد كاميو ديال شي. قلت لكم صداع، هذا هو البلان. يعني قررت باش انني نمشي الطياره من هنايا لعمان العاصمه ديال الاردن، نوصل تما نخلص الفيزا، وغنحاول ان شاء الله من الاردن ندير واحد الجوله بحال هكا في الاردن. وميم طون كنتسنى اولا وميم طون بعدا نمشي تما نشوف بعد السفاره ديال السعوديه، نشوف اجراءات ديال العمره والمسائل الفيزا كيفاش ناخذها، نشوف واش غتيسر الامور، ونحاول ما امكن اللي كتغتيسر لي الامور نحاول ما امكن ندير واحد الجوله في الاخر هذا شهر جوج، نعاود نرجع للعاصمه ناخذ فيزا. المهم دابا هادشي اللي تنقول ما عرفتش شنو غادي ندير. المهم دابا حاجه اللي كنفكر فيها هو اننا ان شاء الله في هاد اليومين هادي نحاول نمشي لاثيوبيا للطيران المركز ديالهم اللي كاين هنايا، ونحاول نقطع به في هاد الايامات اللي جايه باش نمشي ان شاء الله لعمان العاصمه ديال الاردن من هنا من طنزانيا من العاصمه دار، ماشي من العاصمه يا ربي، مدينه كبيره دار السلام. انا تنقول لكم العاصمه ديال طنزانيا هي دار السلام، ولكن ماشي دار السلام استسمح، هي واحد العاصمه واحده اخرى سميتها مودودو ولا ما عدو مودو نسيت الاسم ديالها، استسمح على هذا الخطا. دونك هادشي اللي كاين اخوت، يعني بغيت ندير هذا الفيديو باش نتشاور معكم ونشوف الراي ديالكم حول هاد الافكار حول هاد المستجدات ديال هاد الرحله، لانكم نتوما متبعين هاد الرحله ومهتمين بها، فضروري خصني نبارطاجي معكم. ما نقدرش نجي نهز الساكي ونقول لكم خوت اليوم عندنا مطار طان 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 كذا، كنبغي نتشاور معكم ونحط لكم فيديو بحال هكا باش نعرف الراي ديالكم. وغالبا ان شاء الله انا نعرف بلي نتوما راه كتفهموني وكتمشيو معايا في السياق، كتقولوا لي داكشي اللي تدير مزيان عندنا فيك ثقه، والحمد لله الاختيارات ديالك مزيانه، والحمد لله ربي كيسر التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. والحاجه الوحيده اللي هي ما تنزربش، واش كنتقال بشويه كنقول راه فيها خير، ما تيسراتش هادي راه فيها خير، ما تيسراتش هادي راه فيها خير، ما عرفتش الخير فين كاين. وليت كنمشي بهاد القاعده في الحياه، في الاول ما كانش عندنا فكره ولكن في هاد الرحله تعلمت هاد القضيه، صافي ما تزربش وبشي بشويه، هادي ما تيسراتش صافي خليها، دير واحد المجهود اخر ما تيسراتش عاد ثاني صافي خليها، وزيد شوف حاجه اخرى وحاول تلقى حاجه اللي حسن. دونك هادشي اللي كاين اخوت، نتمنى نكون ما نسيت والو، الا نسيت شي حاجه كتبوها في التعاليق نعاود نقراهم، واش ما كان راه نعاود نقدر نعاود ندير فيديو واحد اخر ونجاوب فيه على اخر المستجدات شنو درت ان شاء الله، وباش نيت نعرف الراي ديالكم ونعاود نهضروا ان شاء الله في شي فيديو واحد اخر. دونك هادشي اللي كنشكر لكم بزاف بزاف، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.